بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الجديد. بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة صباحا، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وأنه أبلغ الرئيس عون بأن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم تسلمها خلال اليومين المقبلين. بعتبر كان مثمر جدا، فاتفقنا أنا وفخامة الرئيس أولا هأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وستفتح الدورة فورا من هلأ لحديت ما تبدأ الدورة العادية. الأمر الثاني كمان أبلغت فخامة الرئيس أنه الموازنة العامة لسنة 2022 صفت حاضرة وتقريبا خالصة، وحأستلمها بهاليومين. فور استلامها صار من الضروري انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، لأنها شرط أساسي أمام صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية اللي عم نقوم فيها. فكمان حندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة للنظر بالموازنة اللي هي أهم أمر للدولة بالوقت الحاضر وأرسلها لمجلس النواب. الأمر الثالث كمان اتفقت أنا وفخامة الرئيس على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين والإدارات العامة اللي وعدنا فيها أن نصف شهر تشرين تاني ونصف شهر كانون أول كمان سيفرج عنها اليوم بإذن الله. شكرا لكم وإن شاء الله سنة خير. لا، بعتقد أنه الجدول أعمال ووجود الموازنة صف أكثر من ضروري اجتماع مجلس الوزراء، وما بعتقد حدا حيتقاعص عن الحس الوطني تاعه. وفي حديث لصحيفة نداء الوطن، أكد الرئيس عون أن معارضة رئيس المجلس النيابي نبه بري لعهده ألحقت الضرر بالبلد وعطلت القوانين في مجلس النواب، معتبرا أن ما تحدث عنه وزير المالية السابق علي حسن خليل في مؤتمره الصحفي كذب وافتراء، نافيا أن يكون هو وتياره أيدا تمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وحول الاتهام بوجود رئيسين في بعبدة، وحول الاتهام قال رئيس الجمهورية أن هذا الكلام كذب وقلة أدب بحق رئيس الجمهورية، وتابع: أنا رئيس الجمهورية ولست رئيس تيار الوطني الحر، وقد تخليت عن رئاسة التيار عام 2015 أي قبل الرئاسة بسنتين، لكنهم هم لم يعترفوا بجبران باسيل، وكلما أرادوا منه شيئا قصدوني لأتدخل في أمور تعنيه كرئيس تيار ورئيس أكبر كتلة نيابية، وكنت أقول لهم راجعوا جبران حتى ركبوا لي قصة أم بوستراز. وعن مواقف الأمين العام لحزب الله تجاه السعودية، اعتبر عون أنه كان يمكن للأمور أن تكون أهدأ في الخطاب تجاه السعودية، ومن مصلحة لبنان اليوم أن تكون علاقته جيدة معها، ولذا يجب تخفيف اللهجة حيالها. وعما إذا كان يتوقع مزيدا من الخطوات التصعيدية من السعودية تجاه لبنان، رأى عون أن أقصى ما لديها سبق وأن مارسته منذ العام 2017 ولغاية اليوم. وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، لفت رئيس الجمهورية إلى أنه لأي كان الحق في أن يطمح للرئاسة، وإذا كان باسيل طامحا للرئاسة فيجب أن يكون كفوءا، لكنهم يخافون منه لأنه تربيتي ولا يقايد. يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش أسقط أمس مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان، زعما أن المسيرة عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا نحو البحر الشرقي اليوم، وقال مراقبون إن إطلاق الصاروخ قد يكون جزءا من التدريبات الشتوية لكوريا الشمالية التي بدأتها منذ مطلع الشهر الماضي، محذرين من أنه قد يزيد من التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.